في مبادرة هي الأولى من نوعها بجالما، تكفل مجمع عمر بن عمر للصناعات الغذائية بعملية ترميم مدرسة ماضي السعيد ببلدية الفجوج وفق مقاييس عالمية، وكذا إعادة الاعتبار لابتدائية مشتة الراقوبة والتي ظلت مغلقة منذ 20 سنة كاملة. المدرسة هذه في الفجوج هي كانت محل ترميم برنامج الولاية، ولكن كاين من أحد المستثمرين ساهم في ترميمها، يعني وكان ترميم في المستوى، أيضا نفس المستثمر اللي ساهم أيضا في ترميم مدرسة براقوبة اللي كانت مغلقة منذ 97. أشكر المتعامل الاقتصادي عمر بن عمر على هذه الالتفاتة الطيبة لمدرستنا ماضي السعيد، يعني في الحقيقة هي أن المدرسة كما راكم لاحظتوا أصبحت تقريبا مدرسة نموذجية في قلمة. مسؤولو مجمع عمر بن عمر أبدوا استعدادهم التام للقيام بمبادرات مماثلة في مختلف القطاعات عبر البلديات التي تتواجد بها وحدات المجمع. ونحن كل ما هناك مشروع خيري يعود بالصلاح والخير على البلديات أين نتواجد إلا ونكون بإذن الله عز وجل مساعدين من أجل النهوض بتحسين ظروف كل هذه المؤسسات. مبادرة المستثمرين لتحسين ظروف تمدرس التلاميذ بولاية قلمة تستحق التنويه والتشجيع والتعميم في ظل العجز المالي الذي تعاني منه أغلب بلديات الجمهورية.